مواجهة المقاولين في ملعب أو على ملعب بيترو سبورت إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي الساعة 9 مساء. والحقيقة يمكن كنت بتكلم مع كابتن إيهاب المصري طبعا قبل الفاصل على خطوط النادي الأهلي، درجة الانسجام والمستوى المميز اللي بيقدموه بواحد من والحقيقة يمكن ده على مدار الموسم كله، الثلاثي خط الوسط اللي موجود بشكل اساسي في بعض الماتشات بيلجا مستر موسيماني انه يبدا بيهم هم الثلاثه، وفي بعض الماتشات زي امبارح بيبتدي باثنين وبيريح واحد، ودايما تحتار الحقيقه تبتدي بمين لانه الثلاثه مقدمين للموسم الثاني على التوالي مستويات اكثر من رائعه، حمدي فتحي، اليو ديانج، وعمرو السوليه. طبعا بصراحه الثلاثه يعني من اقوى خطوط الوسط الملعب في افريقيا كلها مش في مصر بس، الثلاثه زي ما انت قلت تحتار لو هتلعب باثنين وهتلعب بمين فيهم، لان اي اثنين هيلعبوا من الثلاثه هيشيلوا خط وسط النادي الاهلي بشكل كويس قوي، هيأدوا اداء فوق الممتاز، تغطيه لمساحات الملعب بشكل كبير جدا، زياده هجوميه بشكل كويس جدا. يعني انا هتكلم الاول عن ديانج والسوليه امبارح، السوليه امبارح عمل مجهود كبير جدا في نص الملعب، قدر بشكل كبير يعني الجون الثاني بتاع حسين الشحات السوليه ضغط في نص الملعب قبل ما سموحه يبدا الهجمه ويبنيها من ورا، هو عمرو السوليه اللي ضغط في نص الملعب ويقطع الكوره عشان يوصلها لعلي معلول. السوليه بيأدي اداء بشكل كويس، واقف على رجله فنيا وبدنيا بشكل كبير جدا. ديانج طبعا بيقدم مستويات ما شاء الله عليه رهيبه الفتره اللي فاتت، يمكن بيراميدز ما كانش على المستوى شويه لكن هو ديانج يعني قوه لا يستهان بها في نص الملعب النادي الاهلي، لعيب بمواصفات اوروبيه، لعيب عنده امكانيات كبيره جدا يفوق قدرات الدوري المصري بشكل كبير جدا. امبارح ما شاء الله بقى طبعا يعني او مش امبارح بس هو الفتره اللي فاتت بصراحه حمدي فتحي، حمدي فتحي يستحق كتير جدا 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 من جمهور النادي الاهلي طبعا. دي الهدف الاول بتاع محمد شريف، محمد شريف 9 أو 10 نقلات من اول الملعب لغايه اخره وصولا طبعا لمنطقه جزاء سموحه، دبل باس كويس قوي مع طاهر بالظبط كده، طاهر حطها له بشكل كويس جدا، تصرف محمد الكاونتر اللي ظهر قدام حضراتكم ده عدد الثواني اللي استغرقته هجمه النادي الاهلي في 25 ثانيه، 9 الاهلي بنى هجمه من عند الجون بتاعه ومن منطقه ال 18 وصولا ل لحظة إحراز محمد شريف الهدف. هدف من الأهداف الكويسة جدا في أسلوب لعب النادي الأهلي، في شخصية النادي الأهلي، النادي الأهلي الفترة اللي فاتت بيعتمد على الاستحواذ في نص الملعب بشكل كويس، بيبني الهجمة من ورا، بيطلع ليها نص الملعب بشكل كويس، عنده لعيبة كورة في نص الملعب السولية وحمدي فتحي معاهم طبعا قفشة العقل المفكر للفرقة اللي هو بيقدر يصنع لك حلول كتيرة جدا في نص الملعب بتحركاته بورا خط وسط الفرق المنافسه، بيتحرك بين الخطوط بشكل كويس قوي فبيخلق لك مساحات تمرير كبيره جدا. عمرو السوليه وحمدي فتحي، حمدي فتحي امبارح بيأدي اداء كبير جدا سواء هجوميا او دفاعيا، كان هيجيب جول امبارح من الجوال العظيمه جدا بدبل باص برده مع قفشه حطها له بشكل كويس، دي تكمله من المهام الجديده المتعودين عليها من حمدي فتحي، يعني حمدي فتحي بيلعب بدماغه كويس جدا جدا واول مشواره مع الاهلي الحقيقه كان بيسجل على طول، يعني الكور الثابته بيبقى حل مهم جدا، بيطلع بدماغه حلو جوه. امبارح شفناه بيكمل بيعمل بيشوط يعني في ماتش الترجي هناك الجول الاول محمد شريف الملغي حمدي فتحي اللي كمل وشاط، فحمدي فتحي عنده الميزه دي، عنده الزياده الهجوميه بيعملها بشكل كويس جدا. امبارح بيعمل حاجات يعني ما شاء الله عليها رهيب في نص الملعب، يعني واخد الملعب بالعرض. ايه اللي محتاجه يزيد عند لعيبه خط النص؟ يعني ايه اللي محتاجه يزيد في الادوار؟ لا ما شاء الله يعني انا بشوف بدون مجامله يعني هم ثلاثي خط وسط ناري من اقوى خطوط الوسط في افريقيا. بتميل اكتر كابتن ايهاب انه مستر موسيماني يبتدي بالثلاثه؟ لا. ولا بتحب انه يبتدي باثنين؟ لا الثلاثه دي كانت ليها ماتشات يعني لعب الترجي هناك ماتش اقصائي سان داونز هناك الظروف دي ماشي العب بالثلاثه، لكن ما اجيش العب مع احترامي طبعا لكل فرق الدوري المصري، لكن العب في الدوري المصري بثلاثه لا بتفقدنا كتير قوي، لما انا العب بقفشه بتفقد النادي الاهلي، لما العب بقفشه على طرف من الاطراف او جناح بتفقد كتير جدا من قوه النادي الاهلي، لان هي قوه النادي الاهلي في وجود قفشه قدام الاثنين الديفندرين اللي بيلعبوا، فهي دي اللي بتعطي اريحيه وافضليه للنادي الاهلي هجوميا.